أهلا بكم مشاهدينا، ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 32، الصغرى 24، الإسكندرية 29 23، مطروح 28 22، بورسعيد 30 24، الإسماعيلية 33 22، وجوها حار. بالنسبة للسويس 32 23، العريش 30 22، طابة 33 25، شرم الشيخ 36 27، الغردقة 37 26، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 39 25، أسوان 40 26، الوادي الجديد 38 22، شلاتين 36 26، حلايب 32 27، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.